السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح المحور الثاني The World Around Me، منهج Primary 1 أو الصف الأول الابتدائي، كتاب Discover اكتشف، Chapter 2 الفصل الثاني Moving around our environment. Moving around environment يعني نتجول في بيئتنا. Moving around يعني نتجول. Around يعني حول. Moving يعني نتحرك. نتحرك حول. Our environment بيئتنا. Our ملكنا. Environment بيئة. Our environment بيئتنا. وقبل ما نبتدي في الشرح أحب أفكرك وأقولك لازم يكون معاك الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب لازم يكون معاك الكشكول بتاع الديسكوفر اللي احنا بنكتب فيه ملاحظاتنا ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ده الكوفر بتاع شابتر 2 The World Around Me، العالم من حولي. Chapter 2 Moving Around Our Environment، نتجول في بيئتنا. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. أول بيج هي بيج 95 أو صفحة 95، وعنوانها Plant Diagram. Plant Diagram يعني المخطط أو الرسم اللي بيوضح أجزاء النبات. Plant يعني نبات، Diagram يعني مخطط بيوضح أجزاء شيء معين، رسم بيوضح أجزاء شيء معين. فplant diagram الرسم اللي بيوضح أجزاء النبات. والدايركشنز بتاعتها بتقول use the word bank، استخدم بنك الكلمات. to label لتضع الاسم المناسب. the parts على الأجزاء of the plant الخاصة بالنبات. draw ارسم. align خط. From the plant part من جزء النبات to its function. function يعني وظيفة، يبقى انت هتعمل خط ما بين الجزء بتاع النبات والوظيفة اللي هو بيأديها. its function يعني وظيفته. وعندنا هنا ال word bank او البنك بتاع الكلمات فيه leaves. leaves يعني اوراق واحنا عرفناها قبل كده. flower. flower يعني زهرة. roots. roots يعني جذور. stem. stem يعني ساق. وعندنا هنا صورة للنبات وجنبها dots أو نقط، وفي boxes هنا موجود فيها الكلمات اللي بتدل على functions أو الوظائف الخاصة بالجزء اللي احنا هنوصلها بيها. فهنا أول box مكتوب فيه holds the plant in the ground. holds يعني بتحافظ، بتمسك. the plant النبات in the ground في الارض، يبقى حاجة بتمسك النبات جوه الارض، بتخليه ماسك في الارض. socks. socks يعني بتمتص. water الماء. from the soil من التربة، يبقى ال functions دي خاصة بجزء بيعمل ايه، بيهولد النبات في الجراوند في الارض، وكمان socks بيمتص او بيشرب. water from the soil المية من التربة. فالمفروض الفانكشنز دي مين اللي بيقوم بيها، الflower ولا الstem ولا الleaves ولا الroots؟ شاطرين، الroots. طبعا الroots هي اللي بتمسك النبات في الارض وهي اللي بتمتص المياه من التربة. عشان دي يبقى هنكتب في المر... في ال... في ال... في الدوتس اللي في اللي جنب الروتس دي، هنكتب فيها روتس. وهنوصل البوكس ده بكلمة روتس، هنعمل خط كده ما بين البوكس ده والروتس، وده الفانكشنز بتاعة الروتس دي. طب تاني بوكس مكتوب فيه ايه، holds بتحافظ على the plant up، بتحافظ على النبات قائم مستقيم واقف كده في الارض. carries بتحمل water from the roots، المية من الroots من الجذور. to the different parts of the plant للأجزاء، different المختلفة parts الأجزاء of the plant
الخاصة بالنبات. يبقى بتعمل ايه؟ holds the plant up، بتحافظ على النبات قائم. carries بتحمل، water from the roots، المية من الروتس من الجذور، to the different parts للأجزاء المختلفة of the plant الخاصة بالنبات. يا ترى اللي بيعمل كده الflower ولا الstem ولا الleaves؟ شاطرين، الstem. وهنكتب هنا كلمة stem، ساق. الساق هي اللي بتحمل المية من الroots من الجذور، وبتطلع بيها وتوزعها على أجزاء النبات المختلفة، وهي كمان اللي بتحافظ على النبات مستقيم واقف فوق الأرض، مش واقع على الأرض ومش دبلان. الستم هي اللي بتعمل كده، فهنكتب هنا stem، وهنوصل البوكس ده بالستم علشان البوكس ده فيه الفانكشنز أو الوظائف اللي بتقوم بيها الستم. طب تالت بوكس مكتوب فيه ايه؟ let's in air، بتدع بتدع الهواء يتغلغل او يعدي داخل اجزاء النبات. يبقى let's in air يعني بتخلي النبات الهواء يعدي من خلاله. uses بتستخدم sunlight، ضوء الشمس، to make food، لتصنع الغذاء. ايه الجزء من النبات اللي بيعدي الهواء من اجزاء النبات اللي بيستخدم sunlight او ضوء الشمس to make food، ان هو يعمل الغذاء بتاع النبات؟ هل يا ترى ده الflower ولا الleaves؟ شاطرين، الleaves. الleaves هي اللي بتخلي الهواء يعدي من خلال النبات، let's in air، وهي كمان اللي بتuses اللي بتستخدم sunlight، ضوء الشمس، to make food، لصنع الغذاء بتاع النبات. فهنكتب هنا leaves، وهنوصل البوكس ده بالليفز لان هو موجود فيه الفانكشنز او الوظائف اللي بتقوم بيها الليفز. واخر بوكس مكتوب فيه makes seeds، seeds اللي هي البذور اللي هي اللي بيتزرع بيها النبات مرة تانية. فايه هو الجزء اللي في النبات اللي بيطلع منه البذور اللي بنقدر نزرع بيها نباتات تانية؟ الجزء اللي بيطلع منه البذور اللي بنزرع بيها نباتات تانية هو الفلاور، ونكتب هنا فلاور، وهنوصل البوكس ده بالفلاور. وبكده نكون انهينا البيج دي وعرفنا معناها كويس. الكلمات المهمة هنا يا أصحابي هي أجزاء النبات لازم نبقى عارفينها كويس، الليفز والفلاور والروتس والستم، وبقية الكلمات احنا بس لازم نبقى عارفين هي بتعبر عن ايه. مش لازم نحفظها قوي، لكن لازم نبقى حافظين اجزاء النبات زي اسمنا. ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكوا معايا، ونوصل لبيج 96 او صفحة 96 وعنوانها animal diagrams. animal diagrams اللي هو المخطط اللي بيوضح اجزاء الحيوانات. animal يعني حيوان، diagrams مخطط بيوضح الأجزاء بتاعة الحيوان أو رسم بيوضح أجزاء الحيوان. وهنا عندنا page 96 أو صفحة 96 مرتبطة كمان ب page 97 اللي هي صفحة 97، لأن زي ما احنا شايفين الصفحتين موجود فيهم بعض الأنيمالز أو الحيوانات، وموجودين جنبهم الدوتس او النقط اللي احنا هنكملها عن طريق استخدام بنك الكلمات. ونشوف الدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول use the word bank، استخدم بنك الكلمات، to label، لتضع الكلمة المناسبة او الاسم المناسب، the parts of the animals، الاجزاء الخاصة بالحيوانات. ولازم اول حاجة نعرف معنى الكلمات، فناخدهم كلمة كلمة. أول كلمة هي shell، shell يعني صدفة. هل يا ترى مين من الحيوانات اللي عندنا عنده صدفة؟ السلحفة عندها صدفة shell؟ طبعا السلحفة عندها صدفة، يبقى هنكتب هنا shell. شاطرين. طيب السمك عندها صدفة؟ لا.
البغبغان عنده صدفة أو الباروت عنده صدفة؟ لأ. الجيراف عندها صدفة؟ لأ. الغزالة عندها صدفة؟ لأ. الكانجرو عنده صدفة؟ لأ. اللايون عنده صدفة؟ لأ. يبقى الشلة عند مين؟ الشلة عند الترتل بس أو السلحفاة بس. فنكتب هنا شيل، وهتبقى استخدمنا الكلمة الأولانية ونعمل عليها علامة بالقلم ان احنا استخدمناها، ونشوف الكلمة اللي بعد منها. وينج، وينج يعني جناح. مين اللي عنده وينج هنا يا أصحابي؟ الترتل ولا الفيش ولا الباروت؟ البغبغان. البغبغان عنده وينج، يبقى هنكتب وينج هنا، هوت عنده جناح. طب الجيرف عندها وينج؟ لأ. الجذل أو الغزالة عندها وينج؟ لأ. الكانجرو عنده وينج؟ لأ. اللايون عنده وينج؟ لأ. يبقى هنكتب وينج جنب البارود أو جنب البغبغان هنا، وهنعمل علامة على الوينج بحيث إن احنا استخدمناها، ونشوف الكلمة اللي بعد كده. عندنا كلمة فن. فن يعني زعنفة، عارفين الزعنفة؟ فن الزعنفة اللي هي بتبقى موجودة عند الكائنات اللي بتعوم في المية بدل الرجلين، علشان تستخدمها وتقدر تعوم بيها في المية. مين بقى من الكائنات هنا عنده فن؟ عندنا هنا 7 كائنات أو 7 حيوانات. مين فيهم اللي عنده فن؟ شاطرين، الفيش هي اللي عندها فن. فهنكتب هنا فن أو زعنفة فن، وهنشطب على الفن أو نعمل عليها علامة، ونشوف الكلمة اللي بعد كده. في عندنا هنا كلاوس. كلاوس يعني مخالب. مين هنا عنده كلاوس؟ التيرتل عندها كلاوس؟ ولا الفيش ولا البارود ولا الجيرف ولا الجيزيل ولا الكانجرو ولا اللايون؟ شاطرين، اللايون هو اللي عنده كلاوس أو عنده مخالب. فهنكتب هنا كلاوس جنب اللايون، جنب ايدين اللايون هنكتب كلاوس أو مخالب، ونطلع نعمل عليها علامة، ونشوف الكلمة اللي بعد كده. في عندنا هنا هوفز. هوفز يعني حوافر. احنا عرفنا الهوفز قبل كده في الأجزاء اللي فاتت. هوفز يعني حوافر. مين هنا عنده هوفز يا أصحابي؟ شاطرين، الجزال أو الغزالة هي عندها هوفز في رجليها. فهنكتب هنا هوفز جنب الجزال، ونبقى استخدمنا كلمة هوفز أو حوافر، وهنعمل عليها علامة. طيب التيل. تيل يعني ذيل، عارفين الديل طبعا يا أصحابي. مين هنا من الحيوانات دي عنده تيل؟ طيب البيك. بيك يعني منقار. بيك يعني منقار. مين هنا من الحيوانات دي عنده بيك؟ شاطرين، الباروت أو البغبغان عنده بيك. فهنكتب هنا بيك، ونشطب على كلمة بيك هنا، نستخدم الكلمة اللي بعد كده. لونج نيك. لونج نيك يعني رقبة طويلة. لونج يعني طويل، ونيك يعني رقبة. فلونج نيك يعني رقبة طويلة. مين من الكائنات هنا عنده لونج نيك يا أصحابي؟ شاطرين، الجيرف أو الزرافة هي اللي عندها لونج نيك. فنكتب على الدوتس اللي جنب الرقبة بتاعتها لونج نيك، ونطلع نشطب عليها، ونشوف الكلمة اللي بعد كده. فيذرز. فيذرز يعني ريش. فيذرز يعني ريش. مين هنا عنده فيذرز يا أصحابي؟ شاطرين، الباروت عنده فيذرز أو عنده ريش. وهنكتب هنا فيذرز أو ريش، وهنشطب عليها، ونشوف الكلمة اللي بعد كده. سكيلز. سكيلز يعني قشور. انتوا عارفين القشور اللي بتغطي جسم السمك لما ماما بتيجي تجيب سمك عشان تطبخه لنا وتعمله لنا أكلة جميلة، أو لما بيبقى عندنا سمك زينة في الحوض بتاعنا، بيبقى السمك مغطي ظهره وجسمه قشور. ده اسمه سكيلز. اسمه سكيلز. فطبعا السكيلز موجودة عند مين هنا يا أصحابي من الكائنات دي؟ شاطرين، هي عند السمكة أو الفش. فهنكتب هنا سكيلز، ونشطب عليها، ونشوف الكلمة اللي بعد كده. تيس. تيس يعني أسنان. مين هنا عنده تيس يا أصحابي؟ ش...
So 3 in هنا اللايون عنده تيس، هنكتب تيس هنا او الاسنان هنا، ونطلع نشطب على التيس ونشوف اللي بعد منها. Antlers، Antlers يعني قرون، Antlers يعني قرون. من هنا عنده قرون يا أصحابي؟ شطرين الجزيل عندها قرون، فهنكتب هنا Antlers ونطلع نشطب عليها ونشوف الكلمة اللي بعد كده. Pouch، Pouch يعني كيس، الكيس او الجراب اللي بيتحط فيه الحاجات ده اسمه pouch، pouch. فمين هنا عنده pouch يا اصحابي؟ عنده كيس ربنا خلقه له جوه جسمه علشان يحطه فيه ابنه او البيبي بتاعه. طبعا الكانجرو زي ما احنا عارفين كلنا، فهنكتب هنا pouch، pouch يعني كيس او الجراب بتاع الكانجرو. وبكده نكون انهينا استخدام الوورد بانك او بنك الكلمات، وملينا بالكلمات بتاعته الدوتس او النقط اللي موجودة جنب الانيمال دياجرامز او صور الحيوانات. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 98 او صفحة 98 وعنوانها animals، animals يعني الحيوانات. والدايركشنز بتاعتها بتقول observe، observe يعني لاحظ، each animal moving حركة كل حيوان. فهو هنا بيقول لك شوف كل حيوان من الحيوانات اللي موجودة في الصور الأربعة دي، وشوف كل واحد فيهم بيتحرك ازاي، الحركة بتاعته شكلها عامل ازاي، والبيئة اللي هو بيتحرك فيها كمان شكلها عامل ازاي، يعني هو بيتحرك على الأرض ولا على الشجر ولا في البحر. فإحنا عندنا هنا أربع صور زي ما احنا شايفين. أول صورة بتاعت فهد بيتحرك وبيتسلق الشجرة، فده بيتحرك على الشجرة. تاني صورة للدولفين أو الدولفين وهو بيعوم في المية، فإحنا لازم نعرف إن هو بيعوم في المية متحركش على الأرض. تالت صورة للمونكي الجميل ده وهو واقف على الشجرة وما بيتحركش بقى على الجذع بتاع الشجرة، ده بيتحرك على الغصون بإيديه وبرجليه، فده دي حركة تانية. رابع صورة لمجموعة الحيوانات اللي بتجري على الأرض دي، مش بتجري على أرض مستوية، مش بتطلع على جذع شجرة ولا على فروع شجرة ولا بتعوم في المية، بتجري على أرض مستوية، ده رابع شكل من أشكال الحركة. وبكده نكون عملنا الـ observe أو لاحظنا أشكال حركة الحيوانات المختلفة. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكوا معايا ونوصل لبيج 99 أو صفحة 99 وعنوانها how animals move. How animals move يعني ازاي، كيف animals move الحيوانات بتتحرك، move يتحرك. والdirections بتاعتها بتقول cut around each image، اقص حوالين كل صورة. To use in the sorting activity، لتستخدمها بعد كده في نشاط التصنيف. sorting يعني تصنف، يعني تحط في مجموعات. activity نشاط. to use in the sorting activity، لاستخدامها في نشاط التصنيف. on the next page، في الصفحة الجاية اللي بعد كده. next يعني التالي، page في الصفحة. يبقى بيقول لك قص كل صورة، cut around each image. to use علشان تستخدمها، in the sorting في التصنيف، activity نشاط التصنيف. on the next page في الصفحة الجاية. وزي ما احنا شايفين عندنا هنا صورة للدولفين، صورة للرابت، صورة للإليفنت، صورة للباترفلاي، بير، أول، بنجوين، فروغ، كامل، بات، بات اللي هو الخفاش، فيش سمكة، كريكت، كريكت اللي هو صرصار الليل أو صرصار الزرع، ده اسمه كريكت، صرصار الليل اللي هو بيبقى شبه الجرادة شوية، ده اسمه كريكت. وإحنا طبعا شايفين الصور بتاعت الحيوانات دي، هنشوف إيه الحيوانات دي، مين منهم اللي بيمشي وبيجري وبيقفز، اللي هو walk، run، and hop.
ومين منهم اللي بيسبح اللي هو swim ومين منهم اللي بيطير اللي هو fly. فعندنا ثلاث مجاميع عايزين نعرف أول حاجة المجموعة اللي بتمشي وبتجري وبتقفز اللي هو walk, run and hop. walk يعني يمشي, run يعني يجري, hop يعني يقفز. مين هنا من الحيوانات دي؟ الدولفين ولا الرابت ولا الالفنت ولا الباترفلاي ولا البير ولا الاول ولا البنجوين ولا الفروغ ولا الكامل ولا البات ولا الفيش ولا الكريكت؟ مين منهم اللي بيجري وبيمشي وبيقفز؟ شاطرين, عندنا الرابت بيمشي وبيقفز وبيجري, يبقى بيوك وبيران وبيهوب. والإليفنت بيمشي, والبير بيمشي, والبنجوين بيمشي على الأرض غير انه ساعات بيعوم في المية, بس هو بيمشي على الأرض. الفروغ بيقفز بيهوب, الكامل بيمشي. في حد تاني من الحيوانات دي بيمشي او بيجري او بيقفز؟ هم دول بس 6 animals: rabbit, elephant, bear, penguin, frog, camel. دول التصنيف الاولاني, 6 حيوانات. طب التصنيف التاني بيعوم, swim. طبعا اول حاجة بتسويم الدولفين, swim ده اول واحد. تاني واحد البنجوين, زي ما هو بيمشي على الارض زي ما هو بيعوم في المية يبقى بيسوام. الفروج بتسوام, بتعوم في المية برضو زي ما هي بتنط وبتمشي على الارض بتعوم في المية. يبقى كده 3 حيوانات, الدولفين والبنجوين والفروج. طبعا الفيش, الفيش بتعوم. طب يبقى احنا عندنا سوام في الدولفين 1, والبنجوين 2, والفروج 3, والفيش 4. يبقى عندنا 6 في المجموعة الأولانية و4 في المجموعة التانية. طيب المجموعة التالتة والأخيرة هي المجموعة بتاعة الفلاي اللي بيطيروا. مين بيطير هنا؟ شاطرين, الباترفلاي أو الفراشة, دي أول حاجة. الأول, أول يعني بومة, 2. البات او الخفاش, 3. والكريكت, الكريكت او صرصار الليل, 4. يبقى عندنا 4 حيوانات: الباترفلاي, اول, بات, والكريكت. كده 4 animals. يبقى احنا عرفنا الحيوانات اللي بتمشي وبتجري وبتقفز, واللي بتعوم, واللي بتعمل, واللي بتطير. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا, ونوصل لبيج 101 او صفحة 101, ودي اللي فيها التصنيف. بعد ما نكون قصينا الصور من البيج اللي فاتت, هنيجي هنا ونرتبها او نلزقها بالتصنيف الصح اللي احنا عرفناه. فهنا بيقولك في الدايركشنز, sort the animals, صنف الحيوانات, by how they move, بواسطة او على اساس ازاي هي بتتحرك, write the name, اكتب اسم your favorite animal, حيوانك المفضل, in each group, في كل مجموعة. فزي ما احنا عرفنا تصنيف الحيوانات اللي قبل كده, في هنا walk ورن وهوب اللي هي اللي بيمشوا وبيجروا وبيقفزوا, والمجموعة التانية اللي هي swim بتسبح, والمجموعة التالتة اللي هي fly. زي ما احنا عرفنا هنقص الحيوانات, الصور بتاعت الحيوانات اللي فاتت, وهنلزقها هنا بالترتيب بتاعها, كل مجموعة في المجموعة بتاعتها. تاني حاجة بيقولك اكتب اسم حيوانك المفضل في المجموعة دي, في المجموعة اللي بتمشي وبتقفز وبتجري, هتكتب اسم حيوانك المفضل فيهم هنا, my favorite animal who walks, runs or hops is, اسم حيواني المفضل اللي بيمشي, walks, runs بيجري, or hops او بيقفز is, اسمه ايه, هتكتب اسمه هنا, my favorite animal, حيواني المفضل,
who swims اللي بيسبح is كذا. هتكتب اسم حيوانك المفضل في مجموعة السباحة. My favorite animal who can fly اللي بيطير is حيواني المفضل اللي بيقدر يطير هو. وهتكتب حيوانك المفضل في مجموعة الحيوانات اللي بتطير. وبكده نكون انهينا page 101 ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 102 او صفحة 102. وقبل ما نشرح الجزء ده احب افكرك واقول لك ان انت تشارك الدرس ده مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر اي حاجة بس غيرك هيستفيد. والبيج هنا بتتكلم عن سونج او اغنية عنوانها If you move and you know it. If you move يعني لو انت بتتحرك and you know it وانت عارفها، سونج يعني اغنية. والدايركشنز بتاعتها sing the song غني الأغنية، imitate يعني مثل the movements الحركات اللي مكتوبة في الأغنية، يبقى انت هتغني الأغنية وهتتحرك زي ما الأغنية بتقول. then ثم بعد ذلك circle all the movement words ضع دائرة حوالين كل الكلمات الخاصة بالحركة with your pencil بقلمك الرصاص. وعنوان الأغنية If you move and you know it، لو انت بتقدر تتحرك، لو انت بتتحرك If you move and you know it وانت عارفها. وأول حاجة بتقول If you are a worm، لو انت دودة، worm يعني دودة، and you know it وانت عارفها، wiggle around. wiggle around يعني اهتز. طبعا كلمة الكلمة الخاصة بالموفمنت هنا اللي هي wiggle around، ودي بيقولك ازاي تتهز زي ما الدودة بتتحرك على الارض وهي ماشية على جنبها وبطنها وبتتهز. فانت بيقولك هنا If you are a worm and you know it wiggle around. If you are a worm and you know it wiggle around. لو انت دودة وانت عارفها wiggle around يعني اهتز. لو انت دودة وانت عارفها wiggle around. If you are a worm and you know it wiggle around on the ground يعني اهتز على الأرض. If you are a worm and you know it wiggle around. ده أول جزء في الأغنية. وزي ما قلت لكم worm يعني دودة، we know it طبعا يعني تعرفها، wiggle around يعني اهتز طبعا الاهتزاز بتاع الدودة زي ما قلنا. والجزء التاني بتاع الأغنية بيقول If you are playing on the playground spin around. لو انت بتلعب على ارض اللعب If you are playing يعني لو انت بتلعب on على the playground الملعب او ارض اللعب. spin around spin around يعني لف حوالين نفسك. يبقى مرة تانية If you are playing on the playground spin around. If you are playing on the playground spin around. If you are playing on the playground spin around really fast. really fast يعني بسرعة بجد. if you are playing on the playground spin around. وطبعا spin around هنا الكلمة الخاصة بالموفمنت او بالحركة، المفروض بعد ما تمثلوا الحركة بتاعت الاغنية هتعملوا سيركل حواليها بالقلم الرصاص. طب الجزء التالت بتاع الاغنية بيقول If you are a student لو انت طالب and you know it وانت عارفها raise your hand ارفع ايدك. If you are a student and you know it raise your hand. If you are a student and you know it raise your hand. If you are a student and you know it raise your hand to show it عشان تعرضها عشان تبينها. show it يعني تبينها. If you are a student and you know it raise your hand. طبعا raise your hand هنا ده الجزء الخاص بالموفمنت او الكلمة اللي بتدل على الحركة او الكلمة اللي بتدل على الحركة. فنعمل حواليها circle بالقلم الرصاص او البنسل بتاعنا بعد ما نغني الاغنية ونتحرك الحركة اللي موجودة فيها. طب اخر جزء في الاغنية بيقول If you are playing with a ball
لو انت بتلعب بكورة kick it high. kick يعني shoot, it high يعني عالي. kick it high يعني شوتها عالي. if you are playing with a ball kick it high. if you are playing with a ball kick it high. if you are playing with a ball kick it high into the sky, شوتها عالي جدا للسماء. if you are playing with a ball kick it high. طبعا kick it high دي الكلمة الخاصة بالموفمنت او بالحركة. بعد ما نغني الاغنية ونعمل الحركة الموجودة فيها بجسمنا, هنعمل سيركل حوالين kick it high بالبنسل بتاعنا او بالقلم الرصاص بتاعنا, وبكده نكون انهينا السونج دي او الاغنية دي, ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكوا معي ونوصل لبيج 103 او صفحة 103. How objects move investigation. How objects move investigation. استكشاف حركة الأجسام أو الأشياء. How يعني كيف, objects الأشياء, move بتتحرك, investigation يعني تحقيق أو استكشاف. فهنا بيقول لك استكشاف حركة الأشياء. How objects move investigation. والدايركشنز بتاعتها بتقول test يعني اختبر, each object كل شيء من الأشياء اللي جاية, to see لترى, how it can move إزاي هي ممكن تتحرك, how it can كيف تستطيع هي move أن تتحرك. write اكتب yes نعم or no أو لا in each box في كل صندوق. طبعا قدامنا هنا في بول كورة, وفي بنسل قلم رصاص, وفي بلوك بلوك يعني قالب. طب اول حاجة البول اللي هي الاوبجكت هنا موجود تحت منه بول وبلوك وبنسل. اول حاجة البول الكورة. البول ممكن تعمل باونس. باونس يعني يقفز, باونس زي جمب بالضبط يقفز. فالبول ممكن تعمل باونس, ممكن تقفز, ممكن تقفز, فهنكتب هنا yes. طب هي ممكن تعمل رول. رول يعني يتدحرج. البول ممكن تعمل رول, ممكن تتدحرج يمين وشمال, هنكتب هنا yes صح. ممكن تعمل spin. spin يعني تدور حوالين نفسها. طبعا البول ممكن تلف حوالين نفسها لو لفيناها, فنكتب هنا yes. طب سلايد. سلايد يعني يتزحلق, يبقى في مكانه ويتزحلق. البول ممكن يحصل لها سلايد او تتزحلق. شاطرين, ممكن البول يحصل لها سلايد, فهنكتب هنا yes برضو. يبقى البول تعرف تعمل كل الحركات دي, فهنكتب فيهم كلهم yes. طب البلوك. البلوك او القالب. البلوك ممكن يعمل باونس. باونس يعني يقفز في الارض زي الكوره كده. لا مينفعش يعمل, مينفعش يعمل باونس, فهنكتب هنا نو. طب البلوك ممكن يلف رول, يلف على جنابه كده ويلف زي الكوره. طبعا لا, فهنكتب هنا نو. طب البلوك ممكن يعمل له سبين. سبين يعني يلف حوالين نفسه, او ممكن نكتب نمسكه من فوق كده ونروح عاملينه زي بنكون بنفتح حاجة او بنلف حاجة, فهنعمل له سبين حوالين نفسه فيلف, لانه مش هيتدحرج, هو يلف حوالين نفسه, فممكن هنكتب هنا ايه yes. طب البلوك ممكن يعمل سلايد. سلايد يعني يتزحلق, ممكن يزقه بايدنا كده ويتزحلق على جنب واحد. ينفع, ممكن يحصل له سلايد, فهنكتب هنا yes برضو. طب البنسل. البنسل القلم رصاص ممكن يعمل باونس. باونس يعني يقفز, نرميه على الارض يتنطط تاني قدامنا. لا طبعا مش هيقدر يعمل باونس. باونس يعني يقفز, فهنكتب هنا نو. طب ممكن يعمل رول, ممكن يلف, ممكن يلف على جنب واحد, هو مش زي كورة بيلف في كل اتجاهات, بس ممكن يلف على جنب واحد, فهو ممكن يعمل رول, فهنكتب هنا yes. طب هو ممكن يعمل سبان. سبان ممكن نلففه حوالين نفسه كده, نمسكه من النص ونخليه يلف كده حوالين نفسه زي المروحة. ممكن نعمل كده, فهنكتب هنا yes.
طب هو ممكن يعمل سلايد سلايد، نزق كده يتزحلق على جنب واحد ينزلق، يعني سلايد يعني ينزلق. ممكن يعمل سلايد، ممكن ينزلق، فنكتب هنا كمان يس. فبكده نكون عرفنا الموفمنت بتاعت كل اوبجكت من الاوبجكتس دي، وعرفنا ازاي نتحقق منها. وبكده نكون انهينا البيج دي. نتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 104 او صفحة 104 وعنوانها transportation، المواصلات. transportation المواصلات in Egypt، في مصر. transportation in Egypt، المواصلات في مصر. والdirections بتاعتها بتقول look at the pictures، انظر على الصور below اللي موجودة بالاسفل. write the name of each type of transportation، اكتب اسم each type، كل نوع of transportation من المواصلات. on the lines، في الخطوط الموجودة تحت الصور. فأول صورة عندنا فيها train، فهنكتب هنا train. train يعني قطار، train. تاني صورة موجود فيها car، car يعني سيارة، فهنكتب هنا car. تالت صورة موجود فيها bike أو bicycle، فهنكتب هنا bike أو bicycle يعني دراجة. رابع صورة فيها plane، رابع صورة فيها plane، اكتب هنا plane. خامس صورة فيها ship، ship أو سفينة، فهنكتب هنا ship. سادس صورة فيها bus، bus أو أوتوبيس، فهنكتب هنا bus. والصورة السابعة فيها واحد ماشي على رجليه، فمش هنكتب طبعا بني آدم، بس هنكتب اسم الحركة اسمها walk، walk يعني يمشي. كده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 105 أو صفحة 105 وعنوانها moving around our world. moving يعني نتحرك، around حول our world عالمنا، نتحرك حول عالمنا، نتجول في العالم بتاعنا يعني. والdirections بتاعتها بتقول cut out us the transportation pictures، صور أدوات المواصلات، صور المواصلات. glue الزق بالسمر، زم الزق الصور دي بالسمر. to the large picture، في الصورة الكبيرة. on the next page، في الصفحة اللي جاية، الصفحة التالية. of an environment، للخاصة بالبيئة. of an environment، الخاصة بالبيئة. think، فكر. about، بخصوص. where they should، ممكن هم يبقوا موجودين. each go، يتحرك. where they should each go، ممكن كل واحدة فيهم تتحرك في انهي مكان في الصورة دي. يبقى هنقص الصور دي، عندنا car وعندنا train وعندنا ship وعندنا airplane وعندنا walk أو walking، واحد ماشي، وعندنا bus وعندنا bicycle. عندنا هنا سبع أدوات، في عندنا هنا 7 transportation أو سبع مواصلات، هنحطهم هناك بشكل ده إزاي. خليكم معايا نتنقل للبيج اللي بعد كده ونشوف كل واحدة فيهم مكانها فين. ونوصل لبيج 107 أو صفحة 107، وزي ما احنا شايفين دي البيكتشر بتاعت الانفيرومنت أو صورة البيئة، واحنا عندنا سبع مواصلات زي ما احنا عارفين، هنحطهم على البيج دي. فأول صورة في فأول حاجة موجود في الصورة هنا شريط للقطر، فأكيد هنحط الترين هنا أو القطار هنا، يبقى كده عندنا ستة باقيين، حطينا ترين هنا. في صورة مية هنحط الشيب فيها، شيب اللي هي السفينة، فكده تاني صورة. في هنا طريق، الطريق ده ممكن يمشي فيه عجلة أو البايسكل وعربية أو الكار والباص أو الأوتوبيس، فهنحط هنا الباص أو الكار والبايسكل كمان، تلات حاجات دول بيمشوا على الطريق ده عادي. يبقى كده عندنا الترين هنا هوت، والشيب هنا هيت، والباص والكار والبايسكل التلاتة هنا، يبقى كده في 5 transportation، ناقص 2 بلين الطيارة، هنحطها هنا في الهواء، يبقى الطيارة طايرة فوق في السماء في السحاب، يبقى كده عندنا 6. وآخر حاجة
الراجل اللي ماشي على رجله او الwalking man او الwalking student اللي ماشي على رجله، فهنحطه هنا هو جنب في الطريق الفاضي اللي هناك ده بعد شريط القطر، بعيد عن الخطر وبعيد عن القطر، وتبقى كده حطيناه بعيد في الطريق بتاعه. او نحطه هنا هو جنب طريق العربيات وجنب طريق القطر، مش ماشي على واحد منهم بس هو ماشي في الطريق اللي بينهم. وبكده نكون انهينا البيج دي، وانهينا معاها شرح درس النهاردة، وده الجزء الاول من شابتر 2 زي ما احنا قلنا. والجزء الجاي هيكون فيه الجزء الاخير او الجزء التاني من الشابتر، هنشرح كل شابتر او كل فصل على مرتين علشان ما اطولش عليكم قوي، وعلشان كمان الموضوع يبقى اسهل بالنسبة لكم. وفي الختام لو استفدتم من درس النهاردة ولو معلومة بسيطة اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتشارك الدرس مع اصحابك حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، ممكن تفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.